زيارة الصحراء والتعمق في خباياها وتجاوز كثبانها الرملية العالية لا تكتمل متعتها إلا بوجود الدليل، الشخص العارف بكل المسالك والمنقذ من خطر الضياع والموت، فكثير الهالكين من دونه. الصحراء صعيبة والعطش، واللي ما يعرفش الحسيان وما يعرفش الأرض ما يقدرش يمشي منها، لازم يكون واحد عارف البلاصة، عارف البلاصة تكون فيها الماء قريب، يشد الطريق اللي مقربة للقرى كما نقولوا، يمشي في طريق اللي باينة اللي عامرة وتمشي فيها الناس، بالك تطيح انت اونبان حاجة تلقى اللي دي بانيك. الدليل أشخاص عاشوا بالصحراء فخبروا معالمها من خلال نوعية التراب والأشجار والتضاريس المتواجدة بها، معتمدين على معالم بسيطة، أشجار، حجارة، وديان ورياح، ومواقع نجوم للوصول إلى أي مكان أو قرية. الصحراء مهمة فيها تعود تقيد، كي تعود أصلاً الطبيعة نتاعك نتاع الصحراء وتقيد فيها تولي تنجم تمشي، إلا ما تعرف تقيد ما تمشيش، جوم بالقارة بالشجرة بالبلا الأرض قاعد تقيد، كي تعرف تقيد تقيد به حتى تجي الريح ما تشوف والو وتمشي، تقيد المكان اللي فيه صابلاج ما تفوت فيه، كما نقول إذا كان مكان غير هو لازم تدير سرعة محددة تفوت بيها، أنت تقيد تعرف كيفاش تفوت. خبير الصحراء صديق الرمال والسراب، مرافقته حتمية لقطع الصحراء الكبرى والوصول إلى الوجهة المحددة، وطريقة للنجاة من نهاية مؤسفة بالفيافي.